رزق كان مصافية. عايزك تاخد الموبايل بتاع سليم بيه من العربية وتطلعه له وتنزل بسرعة، فاهمني؟ وعايزك بعد كده أقول لك مكانك ياد ورا بسرعة. Thank you.
ايه؟ هربان من حاجة أنت كمان ولا إيه؟ خد إيدك على الباب يا ابن ال... فارس الجن. ازيك يا زينات؟ ايه مفيش ويلكم؟ مفيش كان اي هيلب يو؟ عايز ادخل يا ولية. تدخل ازاي يا واد؟ ما انت عارف ان انا عايشه لوحدي والشيطان شر. ما انا حابسه في القناطر. خش يا اخويا خش خش. ايه اللي عملت كده يا فارس؟ ازمه المواصلات، ربنا يتوب علينا منها. ما نشوف اخد الازمه دي هتودينا على فين ان شاء الله. تشرب حاجه؟ ازازه ميه مشبره والنبي يا زينات. امسك على الطلاق بتكبرت احلاوي. نايلك يا واد. خدي تمني دول. شكلك استحليت الحكايه. انا قلت مره وعدت عشان عليك صفيه. انت محسني صفيه عندها برد. ربنا يكفيك شر المرض. صفيه علاجها غالي. كل ده عشان صفيه ولا عشان بنتها رقيه؟ على النعمه انت وليه لك كاكه. ما تقصري يا زينات وتمني. استك تحت الحساب وتعدي بكره اقول لك المفيد. لا بكره ولا بعده، الحاجه اللي في ايدك دي تمنها غالي. شايف الموبايل اللي في ايدك ده؟ ده موبايل بلاك بيريوت، والساعه اللي في ايدك دي النسر اللي جواه ده الماس حر طليق، يعني ثلاث اساتك ونص والليله تخلص من بابها. يا جن ما تضربش في العالي يا والا. لو ما جابوش الحاجه دي في ذمتي. ذمتك؟ ذمتك ايه بقى؟ ما رجلك جت يا ابو ذمه. ذمه ايه؟ صفيه محجوزه في المستشفى وملهاش غيري. ولازم اكاش الدفعه الثانيه. عند الرجاله ما يروحش. كتر خيرك يا زينات. استنى، لو الحاجات دي ما جابتش